السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: العراقيون بين ارتفاع سعر النفط وغلاء المعيشة. مشاهدينا الكرام، بإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحم حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر على الاتحاد. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا فقرها كذبه. اقولها كذبه يعني. هذا البلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي تعطي احنا رواتب؟ نعطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين. مليون ونص مال متقاعدين. تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفعنا ويشفع كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. في مال لا. تعال يا بتعال. في مال لا، في مال لا، خليني. في مال لا انا اقول لك يا خليني، لاني اروح انهار واقع والله، انا تعبان. انا تعبان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعد النفط في العراق هو أهم مصادر الدخل بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003، إذ يمثل الوارد المالي من النفط نحو 95% من واردات الدولة العراقية بشكل عام. أظهرت الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شهر أيلول سبتمبر لحساب شهر تموز الماضي في عام 2021، أظهرت أن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، ويكاد يكون المصدر الوحيد للدخل في ظل اعتماد العراق على مصدر دخل يتعرض للتغييرات. وضع العراق الاقتصادي يعيش حالة يمكن أن توصف بالمزاجية. نشط سوق النفط وازدهر وارتفعت قيمة برميل النفط كما هو الحال اليوم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، فخزينة الدولة العراقية تزدهر كذلك. وإن انخفض سعر برميل النفط انهار الاقتصاد العراقي كما حدث قبل عام عندما هبط سعر برميل النفط إلى ما دون الصفر. دخل العراق في دوامة الديون كما حدث قبل عام عندما اتجهت حكومة بغداد إلى الاقتراض بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين. فلماذا ترك العراق ليغرق في بحر الفوضى الاقتصادية ولم تكن هناك إرادة حقيقية من أحزاب السلطة لكي تبني منظومة اقتصادية تواجه الأزمات؟ ثم ما تفسير ارتفاع أسعار السلع الأساسية في العراق إن كانت هناك وفرة مالية تمكن الحكومة من شراء المنتجات من مصادر أخرى في ظل خسارتها لمصادرها الروسية والأوكرانية بسبب هذه الحرب؟ أيضا من يتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار بشكل عام في العراق؟ ثم والأهم، كيف يمكن أن يستفيد المواطن العراقي من ارتفاع قيمة برميل النفط وهناك أحزاب فاسدة تتربص بالخزينة العراقية وتنتظر اللحظة المناسبة لسرقة ونهب المال العام؟ هذه جزء من الأسئلة التي سنطرحها في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها وإبداء آرائكم طبعا بشأن موضوع غلاء الأسعار في العراق، ارتفاع الأسعار المنتجات الأساسية المهمة والمرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطن العراقي. أيضا أين الحلول الحكومية بمعالجة الأزمات الاقتصادية والمشاكل اللي يعاني منها المواطن العراقي، وإلى متى
نبقى أو تبقى الوضع أو يبقى الوضع في العراق وتبقى الأزمة الاقتصادية مستمرة، ولماذا لا يوجد حل لإيقاف اعتماد العراق على الآخرين، تحويل العراق من بلد مستهلك إلى بلد منتج، بلد يعتمد على نفسه بالأساسيات ولا يحتاج إلى غيره وقت الأزمات. يعني اليوم احنا نشوف دول كثيرة حولنا عندما حدثت الأزمة الروسية الأوكرانية، نعم هناك تضرر من الناحية الاقتصادية، هذه الدول مهمة من الناحية الزراعية، إنتاج المواد أو تصديرها إلى دول كثيرة، اعتماد دول كثيرة على الغاز الروسي، غيرها من أمور أخرى، من أوكرانيا أيضا هناك استفادة، لكن حضرت نفسها هذه الدول ولديها مخزون ولديها القدرة على التعامل مع هكذا أزمات. تركيا على سبيل المثال دولة عندما طرح موضوع أزمة زيت استعدت، طمأنت المواطنين، قالت لدينا مخزون يكفي لفترة طويلة، هناك استعدادات، هناك مجموعة من السفن جاءت بأكثر من 6,000 طن سترسو في المرافق التركية بعد بضعة أيام، تحمل 6,000 طن من الزيوت، ستحسن الأوضاع، ستنتهي هذه المشكلة. في حين العراق عندما طرحت أزمة الزيوت ما لديه من مخزون يكفيه لشهر واحد بحسب الأرقام الحكومية. إذن أين الاستعدادات؟ لماذا ظل العراق يعتمد على الاستيراد تضع هذه الحكومات حياة المواطنين وأمنهم الغذائي واستقرارهم الاقتصادي رهينة بيد المتغيرات الدولية؟ صعد النفط تحسن الوضع الاقتصادي، نزل النفط دخلنا في أزمة. والموضوع أيضا متعلق بقضية الموارد، بقضية المنتجات، السلع التي يستوردها العراق، الموضوع ليس فقط بالنفط، الموضوع بكل ما تشتريه الدولة العراقية في سبيل تأمين احتياجات المواطن. أين المصانع العراقية؟ لماذا تركت طيلة هذه الفترة؟ لماذا أهملت المصانع العراقية؟ لماذا حوربت الصناعة العراقية؟ أسئلة كثيرة تطرح بشأن هذا الموضوع، لا توجد إجابة حقيقية من هذه السلطة. دائما ما يطرح المواطن العراقي هذه التساؤلات ويستمر في طرحها، إلى متى نبقى نعتمد على الآخرين ونحن دولة زراعية من الدرجة الأولى، صناعية من الدرجة الأولى، لدينا كفاءات، لدينا أيدي عاملة، لا ينقصنا أي شيء يمنعنا من الاعتماد على نفسنا، فلماذا إذن نبقى رهينة بيد الآخرين؟ قبل لا نبدأ نستقبل اتصالات، لدينا فقط هذا التقرير إنفوغرافيك من إنتاج قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، يتحدث عن الأزمة الاقتصادية وما الذي يحدث في العراق من الناحية الاقتصادية منذ خفض قيمة الدينار العراقي وإلى الآن، لنشاهد. رفع سعر الدولار مقابل الدينار باتفاق كل الكتل السياسية وكل الزعامات كانوا قاعدين يمين الكاظمي والرئاسات الثلاث وطرح عليهم الموضوع وصوتوا بالإجماع.
نبدأ مشاهدينا الكرام باستقبال اتصالات حضراتكم بشأن هذا الموضوع. انطونا رأيكم باللي دي يصير بالعراق من الناحية الاقتصادية، شلون الوضع اليوم ومقدرة المواطن العراقي صاحب الدخل المحدود على التعامل مع الوضع الحالي. أسامة من كركوك، تفضل يا أسامة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ محمد، حياك الله يا أسامة، أهلا وسهلا. أنا أشكرك على هذا البرنامج القيم، وأشكر القائمين على القناة، مقدمين ومستقبلين اتصالات ومذيعين وخرج. نعم. بالنسبة تسمعني أستاذ محمد؟ أي أيوة وياك أسامة. بالنسبة لموضوعكم حول حلقة النفط، صعد النفط ونزل النفط، هو العراقيين ما شيء. يعني العراق يصدر 5 برميل، يعني برميل يومية تقريبا. أي. أدي هذا اللي يروح جو العبوة. طيب. وين راح يناقش المواطن؟ الغلاء، الطحين صعد، الزيت صعد، يعني بروسيا اللي داخل حرب ما صعد مثل ما صعد يمنا. نعم. يعني وين هاي الحكومة؟ يعني شو يسوون؟ ايش جاي يسوون؟ نعم. يتفرجوا واحد يرفع واحد اسمه تهلي بشر من اليوم رئيس الجمهورية والشعب العراقي الله وكيلك هاي شاكله جوع، احنا على باب رمضان، يعني مسوين فنحة ينطول لي كل واحد 100,000. بالله عليك 100,000 يعني يدل من شو تسوي ال 100,000 اليوم؟ يعني المفروض أسامة شو تسوي ال 100,000؟ هسه خليني وياك بهذا الموضوع. أنت هسه مواطن عراقي في داخل العراق، يمك الأسواق والمنتجات، أنت عندك هسه 100,000 وأنت صاحب عائلة، إيش ممكن تشتري بيها؟ والله يا أخ محمد مصروف مال يومين، يشهد الله مصروف مال يومين هال 100,000. اثنين أخ محمد تسمعني؟ وياك. وياي. العراق يصدر يومية 5 برميل يومية. على 130 إشكال واردة يومية. 5 برميل، تقصد 5 مليون برميل؟ إيه. 5 برميل. هو طبعا هو ما ينتج العراق 5 مليون برميل، بعده ما وصل هذا الرقم، لكن المهم القصد من كلامك 3 مليون. 3 مليون ايش قد تسوي على 130 البرميل؟ مو 130 هون متوهم. بعده الان هو في نزول، الان هو في نزول، لكن المهم يعني وصل لي النقطه. وصل لي هذا على 100 دولار، يعني 3 مليارات يوميه. نعم. يم بالله عليكم، هاي المنافذ الحدوديه والجبايه مال الوزارات والسيطرات والطرق. طيب خلي اسهلها عليك بالارقام. وزاره النفط اعلنت انه العراق باع نفط الشهر اللي فات فبراير شباط، باع نفط ب 8.5 مليارات دولار، تمام؟ العراق يدفع شهريا رواتب للموظفين وللمتقاعدين ما يعادل نحو تقريبا 6 مليار دولار شهريا رواتب للموظفين موظفي الدولة وللمتقاعدين. يعني الشهر اللي فات بسبب التحسن اكو 2.5 مليار دولار زايدة دخلت الى خزينة الدولة العراقية. احنا نقول بانه نعم، احنا نقول العراق ليش يظل عايش، او ليش انترك العراق يظل بحالة انه يعتمد على النفط؟ اليوم النفط صعد شوية انتعشنا استاذ، ولا ننتعش، ما راح يدخل العراق شيء استاذ محمد. نعم. هو خير صعد النفط بسبب ازمه الحرب مع روسيا واوكرانيا. نعم. هذا يعني لو الوضع استرخاء وماكو حروب هو النفط ينزلونه، احنا ما راح يكون نقبل شيء، لان عندنا زراعه متحطمه، صناعه متحطمه، تجاره متحطمه، الموانئ العراقيه. يعني انا بالعراق واسمع جاد اللي اهل الفتره لا تلخ، يقول تحكم احزاب، يقول مثل من الليل وراء، يقول الاحزاب هي المتنفذه بالموانئ. يا استاذ محمد لا تدر على الدوله ولا يخش الفلس، كله يروح بالاحزاب يا اخي محمد. نعم. وتحدى واحد هسه يطلع يخند يقول ما اقول، يعني انت التعليم انتهى، اصلح انتهى، ما اظل شيء بالعراق يعني نعتمد عليه ونقول والله هذا يعني بي فائده للناس. نعم. الله وكيلك هسه شيء سطح نوصل عندنا 40,000 سنة بكب، يعني وين ينطى الفقير وجهه؟ وين ينطى المريض وجهه؟ طبعا احنا يعني احنا لما نتكلم عن احتياجات المواطن العراقي ما نقول بس الاكل والشرب، انت عندك طاقه، عندك مولده، مي، غاز، هاي الاساسيات الاخرى اللي مرتبطه بحياه المواطن العراقي، مين يريد يجيب لها فلوس؟ يعني ليش ماكو دعم لهذه الشرائح؟ ليش الموضوع يقتصر على 100,000
مئة ألف لغاية الآن طبعا ما اندفعت للعلم، يعني اليوم احنا على تواصل مع أصحاب الدخل المحدود المتقاعدين والرواتب ما صرفت لهم بعد. نعم ما مدفوع لحد الآن. نعم أشكرك يا أسامة من كركوك، شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركة ويانا. أبو محمد من السماوة، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام. تحية لك ولقناة الرافدين البطلة. حياك الله. فيما يخص غلاء الأسعار وارتفاع أسعار النفط والتفاوت الكبير فيما يحدث في هذه الأيام، هو سبب قديم ويعود إلى سنوات كثيرة، وابتداء من عام 2003 وعندما سقط العراق بيد الغزاة الأمريكان. وطبعا احنا نعرف كل زين انه العملاء والخوان الموجودين بالمنطقة الخضراء هم اللي وقعوا على انه العراق يدخل من هذا العام عام 2003 تحت الهيمنة الاقتصادية وليس فقط الاحتلال العسكري و تغيير وجهة العراق السياسية في المنطقة والعالم. العراق دخل مرحلة الهيمنة الاقتصادية وتدمير اقتصاده من سنة 2003. العراق 13 سنة محاصرين احنا، نتذكر كل الزين، وما كان يصدر النفط، والعراق معتمد اعتماد كلي على الزراعة وعلى الصناعة المحلية، وقدر يصمد وينتصر ويطلع منتصر من هال 13 سنة العجاف. اللي كان مواطن العراق استاذ محمد ما يقلق هذا القلق ولا يهم، يعني هسه على كلامك على كلامك يا ابو محمد. احنا دخلنا بنقطه انه لو اكو ولاء للوطن كان انغلقت الحدود امام الدول وتشجعت الصناعه الوطنيه وتحفزت المعامل والمصانع واصحابها طبعا على الانتاج وتشغلت الايدي العامله، وخلص احنا صرنا نحصد ما نزرع وناكل مما نزرع وخلاص انتاجنا يصير عندنا اكتفاء ذاتي. العله وين؟ العله انه احنا شعب مثل ما يقول البعض من المسؤولين شعب تعبان يتبطر. لو المشكله مشكله رؤوس دوله او راس السلطه اللي رهن العراق الى الاخرين، سمح للبضائع والمنتجات الرديئه والشركات الفاسده انه هي تصرف، والدول طبعا تصرف منتجاتها عندنا بدون رقابة بدون ضرائب بدون جمارك بدون وضع فد نظام معين حتى تأتي البضائع من الخارج وفق شروط ومعايير معينة، وانضربت الصناعة العراقية والمنتج المحلي. المشكلة وين؟ بس ما قلت لك أستاذ محمد، المشكلة بيد وسبب الناس اللي سموا الحكم بعد 2003، الناس اللي وقعوا على بياض لأمريكا ولا أعوانها، هم دول اللي باعوا العراق وباعوا الشعب، واللي يدفع الثمن هسه هو الشعب العراقي. احنا سعطنا، قلت لك استاذ محمد هو هذا من ضمن الامور اللي تتبع مبدا الهيمنه الاقتصاديه، انه انتم توافقون اذا خليناكم بسدة الحكم، انه توافقون انه تعطلون الزراعه عندكم وتعطلون الصناعه وتصيرون سوق لتصريف المنتجات العالمية والدول الإقليمية المجاورة لكم. والجميع مشترك بهذا الشيء، والدليل أنه الدول المجاورة أن كانت هي مساهمة وبشكل فعال في دخول القوات الأمريكية للعراق مقابل هذه التسهيلات والأمور اللي راح تستفاد من هذه الدول على حساب الاقتصاد العراقي. أبو محمد يعني بس اسمح لي هسه هذا الكلام كلام ماشي، لكن نباوع على الدول المحيطة بنا، الدول الاقتصادية المنتجة، الدول الزراعية عندها اكتفاء ذاتي وعندها انتاج، لكن هي تستورد ايضا. يعني الدول، خلينا نفترض انه او نعطي مثال عفوا، انه السعودية ولا تركيا على سبيل المثال وايران ايضا دول صناعية زراعية عندها انتاج عندها يعني اكتفاء بكثير من الامور، لكن ايضا تستورد من دول بجانبها تكملة النقوصات اللي عندها. ليش احنا ايضا ما اعتمدنا او الحكومات الموجوده ما استخدمت هذا الاسلوب، اسلوب الاعتماد على النفس بكثير من الامور، والنواقص او الامور الصعبه نستوردها، ينطي فرصه للاستيراد وينطي فرصه للتنشيط القطاع الداخلي. احنا تحول الموضوع عباره عن استيراد باستيراد، ويا ايران عندنا
تبادل تجاري، ونحن نحط هاي بين قوسين، احنا ما نعرف شو نبيع، تبادل تجاري 10 مليار دولار بالسنة، وإيران تقول بأنه الموضوع سيرتفع إلى 20 مليار دولار في القادم، هذا بحسب رئيس غرفة التجارة الإيرانية. طيب هذا الرقم رقم يعني عملاق، أنه أنت تشتري من إيران ب 20 مليار دولار. طيب أنت يعني بكل شيء معتمد على الآخرين، ليش ما أكو شيء يعتمد العراق به على نفسه؟ ليش ما أكو منتجات الأساسية على الأقل أنه تسد الحاجة حتى من نتضرر وقت الأزمات؟ نعم استاذ محمد، هو هذا السر نفس السر الكهرباء. ليش ما الكهرباء اتصلحت من 2003 لحد الان والعراق انفتح عنا الحصار مثل ما قال او كذا من هاي الامور؟ نفس السر. يعني احنا هاي الامور اللي ذكرتها حضرتك هسه قبل شوي لربما ما يلقى لها اجابه واحده، او لربما تتعرض الى انا اريد انت المواطن شو تقول لي؟ انت مواطن عراقي، نعم. شنو رايك؟ تعليقك نعم. شنو على هالكلام؟ هو مثل ما قلت لك استاذ محمد، يعني احنا هذا سببه هم الناس اللي موجودين حاليا بالسلطه. طيب مصطفى الكاظمي عندما استلم الحكومه ما كان وضع العراق نفس هذا. يعني اذا نرجع لحقبه عادل عبد المهدي، هي وين كانت حقبه سوداء ولا تختلف عن سابقاتها ولا عن اللاحقه اللي هي متمثله بحكومه الكاظمي. نعم. ولا ربما الحكومة اللي تأتي بعد حكومة الكاظمي تكون أسوأ من هذه الأوضاع الاقتصادية. لم يكن الدولار مرتفع بهذه الصورة، ولم يكن الغلاء المعيشي بهذا الحجم. راح نشوف أنه بالعكس يعني ساءت الأمور أكثر. طيب هسه النفط لما نرتفع سعره ليش ما تحسن الأمور؟ ليش ما يرجع الدولار ينخفض ويرتفع قيمة الدينار العراقي؟ شنو السبب؟ إذا أكو مؤامرة خارجية. طيب. أكو اتفاق بين عملاء المنطقة الخضراء مع الناس اللي نصبتهم وصلتهم إلى هذا المكان، والأحزاب أيضا تتعاون مع حكومة الكاظمي وإلها دخل كبير جدا فيما يحصل في الشارع العراقي. شكرا يا محمد، شكرا. أشكرك من السماوة. ويانا محمد من أمريكا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. يا اخي دولة عصابات الاحتلال، انت حكومه عصابات الاحتلال، هذا الكاظمي يخوض بصف الاحتكار. عندنا دولة كلهم عصابات، كلهم ملاهم بعيده للعراق، ناس خارج ايران، ناس اسرائيل، كذلك محمد هو استقال العراق تبصيخ. عندنا غير دول العراق ينهض، لا جراعه كذلك محمد، لا قناعة، دخل يريدون العراق ينهض، كنا من خوارهم العجم، يريدون يخلون العراق بلد الفرس العجم المجوس. كذلك الله راح شوف رجاله مهددين المحافظ، يبغون بيجي يا عمان عالي، يبغون هذا جماعة بدر ما بدر. طيب انا بس عندي سؤال. نعم هو المشكله اللي يحكمون العراق هم مشكله، لكن انا عندي سؤال نربطه بحديث ابو محمد قبلك من السماء، ويقول فتره الكاظمي فتره اقتصاديه صعبه، وحتى عادل عبد المهدي اللي قبله، لكن عادل عبد المهدي يقول فترته كانت شويه اهون من فتره الكاظمي اللي طبينا بخفض قيمه الدينار والاقتراض وغيرها. احنا نقول بانه فتره المالكي عام 2008 وصل سعر برميل النفط الى 140 دولار، تمام، وكانت فترة من أفضل فترات العراق بما دخل إلى العراق من الناحية المالية. لكن شنو اللي تحقق؟ المالكي في فترته بالفترتين الحكمين سرق من العراق وتم اختفاء ما دخل إلى خزينة الدولة العراقية من 1921 إلى 2003، دخلت بفترة المالكي واختفت. ما تم اختفاءه من أموال بفترة المالكي بحسب رئيس المحافظ البنك المركزي الأسبق سنان الشبيبي يكفي لإعادة بناء دولة عراقية جديدة تكفي لـ30 مليون نسمة. هاي الفلوس وين راحت؟ يعني يقولون الكاظمي فترته صعبة، طيب وكان أكو فترات مزدهرة ماليا، وين هاي الفلوس؟ السلام عنا دولة مو حكام، دولة مجبل في التاريخ، سرقة أموال المساكين العراقيين. عندما تفيلك الله جاءت لنا نفسه أنا مفلوس نلعب لنا بالأقمار، ما أنا بس هي أمريكي نلعب لنا دفاتر يجبون نلعب لنا نسوانهم، يقول لك هنا العراق، طيب العراق
يجبن يلعب الاخبار سفينه الله ما تروح على البلد ولا دولة. قلت لك عصابه الاحتلال دولة عصابه مال الاحتلالات دولة نشاله ليس حكومه دولة سرقت اموال الشعب. طيب تعليقك ماشي تعليقك على ال 100,000 دينار عراقي المنحه اللي بعدها ما صرفت طبعا، المنحه الحكوميه اللي اعطيت لذوي الدخل المحدود واللي رواتبهم المتقاعدين رواتبهم اقل من 1,000,000 دينار عراقي والموظفين اللي هم اقل من 500,000، شنو تعليقك على هاي المنحه؟ تعتبرها حل لو تعتبرها يعني حل ترقيعي هذا؟ والله يرجعون بها ترجع شو جديد من الطحين ب 50 دولار ما قلت لك شو جديد شو جديد بطل الزيت ب 4 دولارات ما جيت 5 دنانير ما جيت شو جديد الله ينتقم عليهم وعجبهم علينا والله يهجمها عليهم وعقال رمضان يهجمها عليهم وعلى عوالهم هم هذول العمايل الفاشلين يشتغلون في العراق الله ينتقم عليهم. شكرا يا محمد حياك اشكرك. مشاهدينا الكرام، السخرية طبع موجود عند الكثيرين حقيقة، وأحيانا شر البلية ما يضحك، يعني تخرج أحيانا من بين الأزمات ابتسامة. المواطن العراقي، بعض العراقيين وصلوا إلى مرحلة أنه أنتقد الوضع الحالي بالسخرية، لأنه هي ممكن باب تدخل منا إلى المواطن البسيط تفهمه وتقنعه بشكل مبسط طبعا وسهل. بالمدرجات العراقية بملاعب كرة القدم هناك الآن أصبحت ظاهرة جديدة، هي ظاهرة التظاهر أو الاعتراض أو الرفض لأحداث كثيرة حاصلة في العراق، وهو أيضا أصبح باب من أبواب المؤازرة الدعم لأحداث أيضا كثيرة موجودة وفي مقدمتها طبعا ثورة تشرين. ملاعب كرة القدم تحتضن جماهير كثيرة، وهذه الجماهير هي جزء من العراق، مواطنون عراقيون لديهم روح، لديهم وطنية، لديهم مشاعر، ويعبرون عن ما في داخلهم بالهتافات. أحد المشجعين في إحدى ملاعب كرة القدم في العراق استخدم وسيلة من وسائل السخرية للتعبير عن الأزمة الاقتصادية اللي يعيشها العراق حاليا، أقصد أزمة غلاء الأسعار ومعاناة المواطن العراقي ببعض الهتافات والأهازيج اللي تم اطلاقها في احدى ملاعب او احد ملاعب كرة القدم. خلينا نشوف. مشاهدينا الكرام، محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة في العراق قال إن السبب الرئيسي لموجة الغلاء في العراق وارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الغزو الروسي لأوكرانيا. يقول بأن روسيا وأوكرانيا يسيطران طبعا على 30% من الإنتاج العالمي للحنطة والمواد الغذائية بشكل عام. طبعا يقول بعض الدول ونتيجة التخوف، هذا منه اللي يقول؟ محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة، يقول بعض الدول اللي خافت أن تكون هناك أزمة عالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت بإغلاق أبوابها أمام التصدير، وبدأت بالاحتفاظ بما لديها من مخزون غذائي للاستخدام الداخلي، وبالتالي أغلقت الأبواب أمام الدول المستهلكة، الدول المستوردة مثل العراق. العراق اللي يعتبر واحد من الزبائن يعني اللي يعتبرون في المقدمة ليتبضعون من روسيا، من أوكرانيا، من مواد كثيرة طبعا. فالعراق اليوم متضرر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ليش وصلنا إلى هذه المرحلة وإحنا بلد زراعي؟ ليش كانت مزارع الحنطة والشعير في محافظات عراقية تحرق ولا يوجد دعم حكومي، تأمين حكومي، تركت على مدى سنوات؟ طبعا الموضوع مو حالة حدثت، لا، الموضوع عبارة عن حالات متكررة واستهداف متعمد، وكانت هناك بالأدلة تورط جهات ميليشياوية موجودة في العراق معروفة ومنتمية
إلى ما يسمى بالميليشيات التابعة للدولة، تركت لتحرق هذه الأراضي الزراعية وتدمر القدرة العراقية وطبعا مزارع الفلاحين وثمار جهودهم وتعبهم لسنوات. مزارع حنطة وشعير دمرت وأحرقت، ليش ما اتبع الأسلوب بالحفاظ على ما لدى العراق من مخزون ببناء صوامع، وضع هذه المواد فيها، المواد الغذائية، الحفاظ عليها، محاولة إعادة تدويرها، محاولة الاستفادة منها بشكل أو بآخر. هناك طرق كثيرة حقيقة للاستفادة من الفائض من الإنتاج. وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي بمحصول الطماطم، تذكرون كيف كان يعاني المزارع العراقي وصناديق الطماطم تترك يا أما بالسيطرات يا أما تترك على قارعة الطريق لا أحد يهتم بها، تتعفن وتنتهي. الأسماك والثروة السمكية، وكيف تعرضت الأسماك في العراق إلى موجة وحالة بمناطق مختلفة لتسميم متعمد، وهناك نفوق كبير كان في الأسماك في الأنهر العراقية، وحقيقة الموضوع كان يعني خطير للغاية. فهذه النقاط مشاهدينا الكرام نقاط أثرت بعلم الحكومة على الوضع الاقتصادي، ولم يكن هناك أي تحرك حقيقة لمعالجة هذا الوضع. عندنا عبد الرزاق من بابل، تفضل يا عبد الرزاق، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من خلالك أستاذ محمد، أي الشعب العراقي، لأنه دائما الشعب العراقي أو الجمهور العراقي يخلق من معاصي ابتسامة. نعم. فتحية للجمهور الرياضي وتحية للشعب العراقي. أستاذ محمد، بالنسبة لارتفاع الأسعار، ارتفاع الأسعار أستاذ محمد مو بسبب الحرب الروسية الأوكرانية اللي أكثر المتصلين أو أكثر الناس يقولون بأنه سبب هذه الأزمة أو الضائقة هي الحرب الروسية الأوكرانية، لا. طيب، بالنسبة لارتفاع الأسعار، هو من يوم الخطة الدينار العراقي أمام الدولار، هذا هو السبب الرئيسي في صعود الأسعار، منخفضه قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. نعم. هي صعدة الأسعار، وإجت جائحة كورونا وتحرض الاقتصاد العراقي إلى هلسة كلش قوية. نعم. لكنه بعد أزمة كورونا وإجت الأزمة الأوكرانية الروسية، يعني مثل ما يقول المثل العراقي يا محسين شكي بحدة صرت باثنين، استغل التجار العراقيين مع كل أسفار التعليم، التجار السميهم دول التجار الجشعين اللي استغلوا هذه الأزمة بزيادة المعاناة إلى معاناة الشعب العراقي. وأيضا استغل هذه الأزمة الأحزاب اللي استخدمت هذه الأزمة كورقة ضغط على خصومها لإطاحة بها، والضحية هو منه المواطن العراقي. المواطن الفقير، احنا عندنا استاذ محمد طبقة الكادحين، هذه هي الطبقة المسحوقة. يعني حتى الحكومة ما تبتكر هاي الطبقة، يعني مفروض هي حتى هاي اللي شوف هاي التوزيع مع الملحة مالت مع 100,000 اللي مثل ما يقول الجعفري عطت عنه، حتى هي هاي 100,000 يعني ما الكبتوا هاي الطبقة المسحوقة اللي ما عندها وارد شاري، يعني من خالف لا باعوا على الطبقة المسحوقة من الكادحين والكسبة ولا للطبقة طبقة الرعاية الاجتماعية، ما يخالف. احنا نقول الموظفين يعني ايضا يعانون معانا من سبب هاي الضغط، لكنه الموظف يا استاذ محمد عنده وارد بحيث الشهر يقدر يركب امره، يعني يلزق الوضع مالته عنده، يعني يجي رب. بس هذه الطبقه المسحوقه من الكادحين والكسبه، هاي المفروض هاي ما اعطيها للموظف وما اعطيها شو اسمه للمتقاعد، هذا ما تكون عنده راتب، انا ضاغط هذا اللي ما عنده راتب شهري نهائيا، هذا الا شوف. بس انت بهذا الكلام، انت بهذا الكلام زعلت ناس هواي محتاجه ترى. يعني انت اليوم عندك بحسب ابو عبد الرزاق، لا حسولف وياك بحسب تقارير الامم المتحده، نسبه الفقراء بالعراق وصلوا الى اكثر من 40%، وهذا الرقم قابل للزياده بسبب الازمه الاقتصاديه، خفض قيمه الدينار وكورونا اللي طبعا فاقمت من الموضوع.
أنا بس أريد أقول أنه إحنا ليش أصلاً نطرح هاي الأفكار؟ ليش ما يكون هناك حل جذري للأزمة الاقتصادية ودعم الشريحة الفقيرة؟ على الأقل إحنا نسأل اليوم أساسيات الحياة بالنسبة للمواطن العراقي، الحصة التموينية وتعليم وصحة مجاناً وبعض الأمور، الدعم الحكومي في قضية الطاقة، هاي أساسيات الحياة، الباقي مقدور عليه. يعني المواطن العراقي مواطن مجتهد ويقدر يطلع أجرة يومه، لكن احنا نتكلم عن توفير أساسيات الحياة. اليوم المادة التموينية، الحصة التموينية، ثلاث مكونات وأحيانا ما تجي. يعني اليوم لما نشوف غلاء الأسعار ونشوف أنه الطحين صار بالسوق ب50,000، يعني منو يقول أنه أصلا حتوفر هذه الحكومة إذا هو بالسوق ب50,000؟ طيب الزيت وأزمة الزيت اللي موجودة حاليا، واللي تقول الحكومة عندنا شهر واحد بس مخزون نقدر نغطي العراق به من مادة الزيت وغيرها من أزمات، احنا وين وزارة التجارة وعملها؟ وين وزارة المالية وعملها؟ وين اللجان الاقتصادية؟ وين الجهات الحكومية اللي المفروض تنظر إلى وضع الفقير بالعراق؟ أستاذ محمد، تعرف كل زين أيام النظام السابق أكو دائرة يسموها دائرة الرقابة على التحويل الخارجي اللي هاي موجودة بالبنك المركزي. هذه مسؤوليتها متابعة الداخل إلى البلد واللي خارج. لكنه بزمن الحكومات اللي متعاقبة على حق العراق بعد 2003 هذه ما لها دور. فشوف التاجر هو اللي يتحكم بالسوق. هو اللي يدخل البضاعة بعده. تعرف يعني السوق العراقية أصبحت من اللي تأثرت بمبدأ السوق الحرة. يعني الرأسمالية أقدر أوصلها إلى يعني قد مرة من المرات قلت لك أستاذ محمد الطبقة الوسطى بهذه الحكومات راح تنسحب، لأنه يا أما يعني يصير امبراطور ويعني ظروفه المادية يعني توه وأما معدوم مثل ما جاي يشوفها بالفترة هذه اللي بوجود هذه الطبقة. أستاذ محمد تعرف كل زين العراق كان عنده 40 مليون دونم بالزراعة، يعني أقول يعني خلال السنوات السابقة زين حتى بوجودهم حتى يعني بعد الفيوكات العراق موجود وهم نفسيتهم قرروا واعترفوا وقالوا احنا عندنا باختصار عبد الرزاق القميع يعني لما انت عندك وفرة من القميع والغيرة والمواد الزراعية ليش ما يعني خسرتها؟ ليش ما عندك خزين استراتيجي؟ انت ليش ما تحسب البعيد؟ اذا احنا يا أستاذ محمد ما عندنا حكومة حقيقية صراحة، عندنا حكومة كرتونية. طيب. هي اللي تسير الامور يعني وقت شيء ولا اخذ شوي من وقت معك بس رجاء بس خلينا والله مو وقتي هذا وقتكم بس اكو ناس ايضا وراك ينتظرون. للاسف فقدنا الاتصال بعبد الرزاق، انتهى رصيده يبدو اعتقد. يعني ام احمد من النجف تفضلي سيده ام احمد حياك الله. السيده ام احمد من النجف ما موجوده. ابو علي من لندن تفضل يا ابو علي. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني كل دوله بالعالم، هاي الدول النفطيه نعم. مثل الخليج مثل فنزويلا مثل هاي الدول اللي اصيه، كل دول بالعالم من يصعد النفط ها يتنعش الشعب. نعم الشعب يتنعش، بس بالعراق عندنا بس دوله الحسين ودوله المهدي. أخي إذا هو ماكو رقابة، يعني التاجر يبيع بكيفه والبواخر الطب للعراق بكيفهم، وحتى من يطب للعراق يقومون يسلبوه دول الميليشيات كل واحد لازم له رصيف ويسلبون بكيفه. أنا ذاك اليوم اسم يعني شفت فيديو على اليوتيوب مادة الذرة تجي من أربيل بالتريلات هي طب للبغداد، هذول السيطرات يسلبوهم السلب. طبعا دول السيطرات كل سيطرة تابعة الميليشيا، كل سيطرة تابعة الحزب. فأخي يعني
ماكو لا صناعة لا زراعة. حتى إذا راد يصير معامل ها؟ أي. ما عندنا معامل. إذا تريد يصير معامل يطوها بيد استثمار. طبعا هذا المستثمر بكيفه، فمن أمن العقاب أساء الأدب. نعم. إذا ماكو رقابة ماكو حكومة يعني تحاسبه، تعال عمي أنت ليش تبيع هذا مثلا البطل الزيت مثلا ها 4000 5000 دينار؟ ليش؟ هو روسيا اللي أم الحرب الآن هي بروسيا بدولار، بدولار البطل الزيت من هذا النوع، النوع الجيد. طيب طبعا هذا سيد أبو أبو علي مواطن عراقي من روسيا موجود بروسيا صور صور بالأسواق بلف دينار عراقي بطل الزيت موجود بروسيا. إذا كان هو بالأسواق بألف دينار، يعني إذا تروح الدولة أو التاجر يشتري من المصدر يشتري من المصنع حياخذ بتكلفة أقل، وإذا كان بدولار فرضا حياخذ بتكلفة أقل، وبالتالي يوصل للعراق ما عندك أنت ذاك ذيك الضريبة العالية أو ذاك ذيك القمارك، فيدخل بحد معين معقول مقبول. ليش اليوم بطل الزيت بخمسة آلاف؟ وين الرقابة الحكومية؟ اليوم 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 نسمع أخبار تقول أنه من ديالة أو من نينوى قابضين على 9 تجار تلعبوا بالأسعار. طيب هاي حالة نادرة، ممكن قدرتوا على ذولا. طيب واللي عنده ظهر واللي عنده حزب واقف وراء واللي يدفع عتاوات واكو ميليشيات تحميه، هذا منو اللي يفرض عليه الرقابه؟ طبعا اخي عتاوات، عتاوات ميناء، ميناء ام قصر، ميناء ام قصر زين من الطب البضاعي يستلموهم ذولا جماعه الميليشيات مقتدى والحكيم والمالكي وهاي الميليشيات كلها، ما استثني منهم احد. اخي طبعا يصير غلاء، طبعا يصير غلاء. التاجر بكيف يبيع؟ والان المواد الغذائيه موجوده. نعم. موجوده بال 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 بالمخازن، بس ما يطلعوها. اتفضل راح يجي رمضان، راح يجي رمضان يصعدون الاسعار، يجي شعبان يصعدون الاسعار، يجي محرم. أي. اخي ماكو رقابه من بلد، من بلد ما بي حكومه، هاي نتيجته. بس سؤال، سؤال قبل لا يخلص الوقت، يعني تقرير وزاره التجاره بالنسبة للتقرير أو يعني بعض الوزارات الحكومية تحدثت عن اعتماد العراق على 95% من الدخل على النفط. 95% دولة تعتمد على 95% من الدخل على النفط، وانت عندك تقارير تؤكد حكومية أن واردات المنافذ الحدودية سنويا من 6 إلى 10 مليار دولار بالسنة، وانت عندك أيضا مزاد بيع العملة وما يدر على الخزينة العراقية من أموال، عندك مزارع، عندك مصانع، كلها مهملة وانت عايش على النفط. اليوم وضع النفط في تحسن، نعم هناك أموال تأتي إلى خزينة الدولة، لكن باكر مثل البارحة نزل سالب صفر، يعني تحت الصفر العفو نزلت درجة برميل النفط. اقترض العراق، ذهب إلى الاقتراض. ليش احنا عايشين بهاي الحياة بهاي الطريقة؟ ليش الدولة اللي المفروض عندها خطط وعندها منهجية وعندها مخطط خمسي عشري خمسيني ماكو، ماذا نشوف هاي الخطط المستقبلية على أرض الواقع؟ شغلتهم مو شغلتهم. هاي المرة هم يطلعون على التلفزيونات يقولون احنا فاشلين، احنا مو مال دولة، احنا مو مال حكم، كل احنا فشلنا، كل احنا زين. اذا انتوا فاشلين وجاي تعترفون بالتلفزيونات، جاي تطلعون وتحسون علني، ليش بتستقيلون عمي؟ ليش بتعفون هذا البلد؟ يعني ابتلينا بيكم بلوى؟ بلوى ابتلينا بيكم يا ميليشيات يا عصابات خميني وخامنائي والسيستاني. طيب اشكرك يا ابو علي من لندن، شكرا جزيلا لحضرتك. النائب في البرلمان الحالي هادي السلامي قال ان وزاره التجاره فشلت في تامين مفردات البطاقه التموينيه بسبب سوء الاداره وتفشي الفساد في الوزارة. يضيف السلامي أن وزارة التجارة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها في توفير مفردات البطاقة التموينية، وهناك تحرك نيابي كما يقول لإحالة وزير التجارة علاء الجبوري إلى الادعاء العام وهيئة النزاهة بسبب وجود شبهات فساد مالي وإداري. رسالة من أحد المواطنين، من أحد المشاركين، ابن العراق من صلاح الدين، يقول مع الأسف ذول الكذا يحكمون العراق، عراق الكرامة، عراق الحضارة، يعني أنتوا من يا ملة ومنين جيتوا علينا؟ بس الله موجود هو اللي ينصرنا عليكم، يا ما تستحون يا عدمي الضمير والإنسانية.
طبعا لو هذا الكلام انقال لمسؤول مثل هذا اللي في مجلس محافظة بغداد كان قال له لا تغلط انزع اللي بكذا واضربك. عموما هكذا يرد المسؤول على المواطن العراقي الذي ينتقد عندما قال له بأن أنتم ما عندكم ضمير. لو المسؤولين عندهم ضمير كان اشتغلوا للعراق. قال له أنا ما أشتغل لا عندك ولا عند اللي خلفوك. هذا مسؤول في مجلس محافظة بغداد. بهذه الطريقة وبهذه العقلية تدار الدولة وهكذا ينظر هؤلاء إلى العراقيين. وبالتالي موضوع الاقتصاد ووضع الناس وحياتهم المعيشية واحتياجاتهم غير مهمة في نظر هؤلاء. أو نائب آخر تذكرونه عبد الكريم مطشر يقول بأنه المواطن العراقي البائس أنا ما أقدر أتنازل عن راتبي حتى لا أصير مثله وعائلتي تديح مثل ما هذا المواطن دايح. هكذا إذن المسؤول في العراق ينظر إلى المواطن العراقي. مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى عفوا المسؤول مطشر السامراي. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.